طبعا الجزئيه بتاعت الكابتن علاء قصادي انا ما حضرتهاش، انما انا احكي لك كان يعني هو برضو بيقول لك انا ايه مضيت للاهلي بس رحت الزمالك مضيت على طول، يعني انت مضيت على طول برضو معايا. انا كان الوقت لسه كان فتره انتقالات، كنا بنتكلم الكابتن ايمن حفني وده جالي البيت عندي، هو من شبرمنته البدرشين قريب كان منك فجه عندي البيت ومضينا، وكان متردد لانه وقتها كان بيلعب في ليبيا وما كانش عايز يرجع ليبيا، كان خايف، كان في مشاكل وكان معرض للايقاف، وانا قلت له يعني انا يمكن حليت المشكله، قلت له بص ما حدش هياخدك عشان تتوقف عنده، روح انهي علاقتك مع الفريق الليبي صح من خلال اتصال، لانه هو كان خارج اعاره من طلاع الجيش، من طلاع الجيش وقلت له روح انهي اعارتك، خلي حد مسؤول او انت سافر انهي الكلام، وعندك مبرر ابعت شكوى، عندك مبرر انك خايف في ظروف تستدعي انك تفسخ هذا العقد، لكن انك انت ما تحترمش عقدك وما تروحش دي مش كويسه. فهو قال لي طيب، قلت له طب امضي لي، قال لي كابتن ما هو افرض ما عرفتوش تاخده استغنى، قلت له هدي لك ورقك. راح باصص لي كده، قلت له لا الكلمه اللي بقولها لك تاكد. ولذلك خالد قمر عمل ايه بقى؟ خالد قمر ايه الفرق بين الحالتين؟ لماذا تقدم النادي الاهلي بشكوى في خالد قمر ولم يتقدم بشكوى في ايمن حفني؟ لان انا لما مضى معايا هو كان متخاف من حاجه، وانا وعدته انا مش هاذيك بثقتك في النادي الاهلي، مش ثقتك فيا، انت وثقت فيا لانك واثق في النادي الاهلي، فمضيت. قلت له مش ممكن. فلما الكابتن خالد قمر بالعكس هو ساعه وجه، اعتقد وكيله كان الاستاذ محمد شيحه، وقول النادي الاهلي ورحنا قعدنا في مرسى النهر، كان الظهر ما كنتش عايز اخش بيه النادي، قلت لهم قابلوني في مرسى النهر، وكان حتى في اعلاميه قاعده صورت هذا الكلام، قلت لها من فضلك عشان يعني مش عايزين نجيب له مشاكل الا لما نجيب الاستغناء. فكان وقتها كلمت انا، كان الاستاذ محمد عبد الوهاب قال لي انه خلص مع الشرطه في معروف يوسف، في معروف يوسف واحمد دودار، واحمد دودار وان الثلاثه النادي الشرطه موافق عليهم. قلت له يعني انا لو جالي خالد قمر دلوقتي امضيه؟ قال لي خلصوا، انا رايح كمان ساعتين هجيب الاستغناء وراجع. فانا بمضيه على اعتبار ان هناك في اتفاق وخلاص، فمضيته. اللي حصل بعد كده فوجئنا انه مره واحده كان اتفاق، كان في اتفاق المبالغ كمان بتاع اتحاد الشرطه وكل حاجه، واعتقد ان لو علي غيط كان اعتذر لمحمد وقال له في حاجات خارجه عن ارادتنا وما نقدرش ان احنا يعني ننهي الامر بالطريقه دي دلوقتي. وكانت قال ساعتها توجيهات المسؤول هو نفسه خالد روح الزمالك، قال كده مسؤول وزاره الداخليه وقتها، اما مساله ان هو قاعد عشان يعني يمضي ويعني ما فيهاش، ومضى الانبي ومضى للاهلي، اعتقد ان ده من ضمن الحاجات اللي لازم وكلاء اللعيبه تبقى حريصه عليها جدا، ما يمضيش في اكتر من نادي. صحيح.